انا عايز اعرف حضرتك انا مقبوض عليا ليه. اخرس، مش انا اللي اتقال الكلام ده. انا قبضت على اخطر مجرمين في البلد، عبد القماش ومحمد كرع وابو هشوم والدفاس. تيجي انت فيهم عشان تسالني كده؟ ومع ذلك حضرتك مقبوض عليك يا استاذ، لانك بتتعاطى ادويه محظوره ومنتهيه الصلاحيه كمان. صح، اكبر صح يا باشا. اكبر صح ايه؟ اكبر صح ايه؟ انت عايز توديني في داهيه كده كده؟ ماشي يا كابو ماشي، بتديني ادويه منتهيه الصلاحيه، انت عايز تموتنا يا كابو؟ ما تصدقوش الادويه اللي عندي كده، هو اللي بيطفش من الزباين. لا يا راجل، ده واخد جوايز. انت هتنهار وتعترف ولا لا؟ الانكار مش هيفيدك، ما تعملش نفسك مش فاهم حاجه. وانا فعلا حضرتك مش عارف حاجه يعني. ايوه كده، الناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء. بص لشكلك في المرايه، ده انت شكلك مدمن قراري. حضرتك انا شكلي كده يعني عشان ما نمتش بقالي فتره. ما كله من الهباب اللي بتتعطاه. صح يا باشا، كله من الهباب اللي انت بتتعطاه. حضرتك انا ما تعطاش حاجه، بص هم اللي بيتعاطوا. حضرتك انا ما تعطيتش حاجه. حضرتك خدوهم. هو كله خدوهم. طب المره دي بقى واحنا جوه القسم هياخدونا يودونا فين يعني؟ على التخشيبه يا خفيف. على التخشيبه؟ لا كتير بجد، حرام. انا ما نمتش، انا عايز انام. انا عايز انام. خدوهم. حاضر حاضر، عايز